جميلة هتعجب حضراتكم. الجلابية ديت الصدر زي الظهر قطعتين يعني زي ما حضراتكم شايفين كده، هي ورقة واحدة اللي هحتاجها بتشتغل للصدر والظهر. نشتغل عليها على الربع، ونذكر حضراتكم مش مشترك معانا في القناة يفضل يشترك ويفعل الجرس عشان يصل كل جديد، ويعمل لنا مشاركة للقناة عشان غيره يستفيد. هنقول احنا محتاجين حضراتكم محتاجين يعني في المواصفات بتاعتنا حوالي 5 6 كده، مش كتير، موديل سهل وبسيط. احنا اول حاجة عندنا الطول، بقيس الطول من الاول من تحت الحمالة كده، والحمالة دي بتكمل طبعا طول القطعة. احنا الطول عندنا 134، المقاس عندي 50 سنتي، عندي صورة الجيو بحتاجه. طبعا بنحط المسطرة كده او مثلث كده عشان اعرف السقوط. طبعا السقوط برضه مش من اول الحمالة، برضه من هنا من نهاية الحمالة هنا، مش دعوة بالحمالة دلوقتي. الحمالة دي بنقول للمكن احنا عايزين طول الحمالة كذا بيشتغل عليها. السقوط هنا 16 سنتي بتاع الجيو. عرض الظهر بتاعنا اهو النقطة اللي هنعمل بيها التماس 32 سنتي، يعني نصها 16، هنقول 32 سنتي طبعا هنشتغل على النص 16 سنتي. الحوض عندنا بين الحمالات، الحوض عندي 22 سنتي. هنبدأ إن شاء الله نقول بسم الله كده ونبدأ نعمل العينة. العينة دي بتتعمل كلها أوفر، طبعا مزقنا الرابطين في بعض عشان تكون الجلابية. أول حاجة زي ما احنا متعودين في شغلنا نبدأ نعمل زاوية قايمة، خط مستقيم اهوت، وابدا منه ابدا اشوف الطول عندي 134 اهو، وبعمل زاويه قايمه او خط مستقيم. انا كده العينه مش محتاجه، انا خدت رفعت مقاساتي خلاص. عندي الخطوة اللي بعد كده بشوف سقوط الجيو عندي كام. سقوط الجيو عندي 16 سنتي اهوت، 16 سنتي، واخد خط مستقيم. المقاس عندي 50 سنتي، يعني خمسة بقيس 25 سنتي. احنا هنا في قشطورة هنا هنسيبها نص سنتي اوفر، فدي هسيبها من الاول خالص علشان ما يعني مش مستاهله ان انا اعمل الباتون وارجع بعد كده ازود نص سنتي. اعمل نص سنتي قشطوره على طول، ده اختصار للوقت. هسيب نص سنتي ده القشطوره، لان الموديل ده انا مش هحتاج فيه غير ورقه واحده بس، هي الصدر والظهر اهو. دي كده القشطوره بتاعتي، هبدا على الشغل كله بعد كده. الطريقه اللي هتعجبكم في الشغل بربوع اهو 25، المقاس عندي 50، يعني 25 25 من اول الخط اللي انا عملته بتاع الكشكول. والله اشد الخط واقفل الكورساج بتاعي زي ما متعودين في شغلنا كله. عندي في خطوة كام، الخطوة اللي بعد كده أشوف التكسير بتاع القطعة. عندي من أول هنا كده من أول نهاية الحمالة أجي عندي في تكسير في القطعة، أعمل مثلث كده زاوية قايمة عندي ال 40 كده، عندي ال 40 وأشوف المسافة عندي كام عشان التكسير. المسافة عندي هنا مدياني 45 سنتي. هاجي من أول البداية هنا عندي ال 40 أهو، وأعمل خط مستقيم.
بيديني 45 سم زي ما هو شايفين، يعني بيديني 45 سم نصها هيبقى 22 ونص اهوت. دي النقطة بتاعت التقسيم، والكيرف بتاعي سواء ريجا أو لو معاكم أدوات مثلا حاجة زي دي، معايا الكيرف ده مريح معايا في الشغل أهو. الخطوة اللي بعد كده أنا كده عايز أشوف صوت، إحنا عملنا هنا صوت الجيو، باجي من صوت الجيو كده بعمل مثلث تاني أرجعه تاني على المسطرة أهو، المسطرة أهي هنا عندي الجيو، وأشوف اللي هنا الفحرة بتاعت السن، طبعا السن والظهر زي بعض 8 سم، بطلع من هنا من بداية النقطة هنا كده اهو 8 سم، وباخد خط مستقيم زي ما حضراتكم شايفين كده، خط مستقيم. عندي الخطوة اللي بعد كده إن أنا المسافة اللي هي دي اللي احنا قلنا عليها 22 سنتي اهيت، المسافة بتاعت الحوض 22 يعني 11 سنتي، باجي من بداية الخط القشطون اللي احنا بدأنا منه اهوت مش من أول اللي بدأت الخط 22 ونصها 11 سنتي، وبعمل علامة كده وببدأ أعمل الدوران بتاعي بتاع الست على الخط المستقيم هو ده، سواء بالكيرف أو بإيدك لو حاسس إن أنت هتجيب الدوران صح. ده دوت طبعا بيتريح في التشغيل، ده دوران فحرة طبعا شغال يعتبر على بوق ناقص. عندي هنا في نقطة احنا عملنا اللي هو عرض الظهر، استفدت منه ان عرضها عندي 32 يعني نص 16 سنتي اهوت، علشان اسقط عليه الجيب بتاعي بالطريقة دي كده اهوت. بوصل المقط ببعضها كده، فاضل لي وسع الديل عندي، وسع الديل عندي بقيسه في العينة معايا، وسع الديل طبعا اهو سبعة وتلاتين نص او سبعة وتلاتين، سبعة وتلاتين سنتي، وبعمل علامة بعمل نقطة كده وببدأ أوصل التقسيم اللي أنا عملته بيها اهو بالشكل ده. وطبعا انا عندي هنا الديل يعني في دي برضه حته ما لازم ما تعدكش هنا، بترفع هنا قيمه 3 سنتي علشان الدوران ده مع التلبيس ما يبقاش مدي جناحات كده، يبقى في دوران بسيط كده كده في الديل. طبعا الموديل ده فيه الدوران ده عشان يبقى في التلبيس بتاعها بعد ما تطلع مستقيمه زي موجوده في الصوره، ولو عايز تشوفها في العينه لو معاك عينه تقوم جاي حاططها كده اهو عشان انت تطلع العينه بالظبط زي الباتون بتاعك زي العينه، وبتشوف بتحطها مثلا على زاويه مستقيمه مثلا كده اهو مثلا بالطريقه دي، وبتشوف المسافه دي مثلا كام سنتي اللي هو الفرق اللي هو ده هتلاقيه 3 سنتي معاك. الدوران ده مهم جدا ما بيسببش اي اخطاء فيه. باجي بعد كده خلاص انا كده اعتقد ان الموديل بتاعي خلاص خلص، فيه بس هو موجود فيه جيب هنا ورقة جيب، فانا بدي افراط عند ورقة الجيب هنا السقوط هنا عندي 26 بدي افراط بس للصنايعي يشتغل عليها 14 سنتي، ده افراط عشان ورقة الجيب. ورقة الجيب عندي هي عبارة عن الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده، أنا ممكن أرسمه كده بس كارت السكور دي هنا أهو، هنطلع ورقة الجيب دي هنطلعها طبعا هنطلع ورقتها. خلاص أنا كده فاضل لي خطوة واحدة إن أنا أزود كشاتيه من نص سنتي أهو، نص سنتي كشاتيه تحتي
وأنهي البطلون بتاعي نص سنتي الكشاتير بتاعت الهيد. طبعا الديل هيتني وديل زي ما انتم شايفين كده يعني 2 سنتي تاني الديل. عندي دوران تحت اهوت بعمل الدوران بتاعي بالكيرف او بايديا لو بايديا هتجيبها مظبوطه. عندي الدوران زودت كشتيرة اهيت. هبدا اقص الجيب واطلع ورقه الجيب واقول للمكان انا عايز طول الحماله هنا 11 سنتي طول الحماله المسافه 11 سنتي. هبدا اقص الباكون بتاعي العينة دي مطلوب منها المقاس ده ومقاس أكبر منها. طبعا كل اللي احنا عملوه في المقاس الأكبر منها إن احنا هنزود هنا قيمة سنتي وتكون ثابت كل حاجة ثابتة معاك قيمة سنتي بس اللي هو يستحسن لو يبقى سنتي ونص في الجلابية دي علشان يبان فرق المقاس. دي برضه بترجع للتشغيل لصاحب الورشة أو صاحب المصنع طلبات المقاسات اللي كانت بيحتاجها. ده أنا اتكلمت في الحلقات اللي فاتت. بكون سهل وبسيط مفيش أي تعقيدات خالص. أنا ناقصني حاجة واحدة ناقصني ورقة الجيل بتاعتي. ممكن تمسك العينات تجيبها شوف ترفع مقاس الجيب عشان برضو انت مطالب بعينه تعمل زيها. اهي ورقه الجيب معايا اهي موجوده. طبعا دي حاجه بسيطه يعني مش هتاخد معاك وقت خالص. انت بترسم طبعا التقسيم عشان يبقى الجيب ورقه الجيب تمشي مع الجسم ميبقاش فيه اختلاف. ده اول حاجه عندي بس ورقتي كده زي ما انا عاملها على الكورساج بتاعي على البطون بتاعي. بشوف الطول كام. عندنا الطول ورقة الجيب 18 سنتي وقول عندنا سنتي يعني 19 سنتي نص سنتي ونص سنتي اوفر هنا بيديني هنا طول العمق بتاع الجيب 17 سنتي. باجي في النص هنا 17 سنتي اهيت هزود النص سنتي واعمل الدوران الجميل بتاعي اهوت بتاع الجيب اهو بالظبط كده. وابدا اقص الجيب وهنا عندنا محتاجين نص سنتي اهو بنزوده في القص. طبعا دي ورقة كبيرة داخلية ما بتبانش في التشغيل يعني ما بتبانش طبعا ورقة داخلية كده. هنكتب عليها المقاس اتجاه السي 4 في 1 لان انت بتاخد 2 هنا و2 هناك. وهنكتب عليها جيب والمقاس بتاعها طبعا جميع المقاسات ورقة الجيب ونستنى بس نكتب فراغ في القطعة عشان تركيب الجيب عشان المكن تشغيل المكن. هذه الفرد اهو اهوت وباجي على الجيب بتاعي وادي الفرد الثاني اهوت وبكده انتهينا من عمل الجلابيه بتاعتنا الجلابيه البيتي. اشوفكم على خير وما تنسوش اللي ما عملش اشتراك في القناه بتاعتنا يفضل يشترك ويعمل لي اعجاب للصفحه ويفعل الجرس عشان يصل كل جديد. أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.